لأنه كان في غرفة العمليات ويحتاج إلى نقل دم، وبالتالي نحن أمام قضية مخيفة إذا ثبتت هذه الاتهامات. معنى كده أنه بنك الدم في جامعة الزقازيق ساهم في عملية اغتيال وفي قتل الشهيد المقدم محمد عيد. هتابع معاكم هذه القضية بس، ومعايا على الهاتف الدكتور أحمد عبد المنعم مقدم البلاغ، لكن نذهب أولا للدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي. دكتور هشام أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل. دكتور هشام، التقرير المبدئي المتعلق باستشهاد الشهيد المقدم محمد عيد، يعني ما هو؟ هو حضرتك المتوفى محمد عيد الله يرحمه أصابه ستة أعيرة أو ستة طلقات، يعني ستة مش أربعة، يعني ما أعلن أنه أربع طلقات، اتضح أنهم ستة. لا مش إحنا الطب الشرعي ما أعلناش ذلك اللي هو لا، أنا بتكلم ما أعلن على لسان شهود العيان وضباط الشرطة هو إحنا كان المتوفى يرحمه كان فيه ست طلقات أصابت الوجه والطرف العلوي الأيسر والطرف السفلي الأيسر ويسار الصدر ويسار البطن. فالطلقات دي حضرتك كان اثنين منهم مستقرين، وده كانوا مطلقين من عيار 9 ملي، اللي هي كالعادة برضو لكل حوادث شرعية تقريبا حدثت كلها تقريبا بسلاح قصير الماسورة اللي هو الطبنجات 9 ملي، كلها بنفس السيناريو. وكان اتجاه الاطلاق في الحاله دي كان من اليسار لليمين. التسعة ملي ده من خلال خبرتك قبل ما تكمل دكتور هشام، ده يعني بيحتاج الى من يصوب بدقه، الى شخص بارع في التصويب؟ لا هو حقيقه هو اي الجناه بيستخدموا السلاح ده لان هو قصير الماسوره وسهل اخفائه بين الملابس، لان لو مشي ببندقيه طويل في الماسوره ممكن يتكشف بسهوله، فده بيبقى سهل ان هو لكن هو المدى المؤثر بتاعه قصير بالنسبه للبنادق، لكنه بيستخدم من مسافه قريبه، يعني دايما بيقترب من المجني عليه مسافه تقل عن مترين او ثلاث امتار، وبيضربه في حدود المسافه دي، وبالتالي بيبقى متمكن ومتحكم في المجني عليه. ولو حضرتك لاحظت في المجني عليه كان كل الاصابات كلها من اتجاه واحد من اليسار لليمين، وكلها في يعني مسافه تقريبا في حدود مترين لثلاث امتار تقريبا، فده حضرتك بيبقى متمكن جدا من يعني القاتل على بعد من مترين لثلاث امتار. بالظبط، تقل المسافه عن كده، فطبعا ده بيخلي طبعا السلاح ده بيعتبر في الحاله دي طبعا الاصابه بتبقى قاتله وبتؤدي الى اصابات مميته يعني. طيب الست طلقات حضرتك قلت لي في الوجه والطرف العلوي الايسر والطرف السفلي الايمن. كله الايسر يا فندم، الطرف العلوي الايسر والطرف السفلي الايسر ويسار البطن ويسار الصدر. كله من الناحيه الشمال. بالظبط كده يا فندم. ده تقرير الطب الشرعي المبدئي حتى الان يعني. بالظبط كده يا فندم، احنا ده عدد الاعيره اللي احنا لقيناها فيه، ودي اللي احنا طلعنا بيه البيان ده. لكن هو بهذه الاصابات هو نقل الى المستشفى سليما؟ هو بس كل الاصابات دي كان فيها اللي هو المخزوف اللي اصاب يسار الصدر هو اللي اخترق وعمل تهتك في الرئتين ونزيف بالتجويف الصدري، فدي عموما اصابه الرئتين بتاخد بعض الوقت، يظل الشخص على قيد الحياه بعض الوقت لبعض الوقت، لكن في النهايه يعني لابد ان تؤدي الى موته يعني. هو حضرتك التأخير نقل الدم او التعامل مع حالة دي، هي الحالة طبعا حالة قاتلة طبعا، لكن طبعا ميثاق المهنة الطبية، انا سمعت حضرتك في المقدمة ان الدكتورة امتنعت ان هو تديه الدم والكلام ده، طبعا لو صدق هذا الكلام ده كلام خطير جدا، لانه ميثاق مهنة الطب ان انا ابذل قصارى جهدي حتى مع الاعداء، فما بالك احنا في وطن واحد، يعني لو كان عدو ليا بيموت لازم ابذل قصارى جهدي كطبيب لمحاوله انقاذه. احنا الحقيقه يعني بنقول ده بموجب بلاغ تقدم به الدكتور احمد عبد المنعم وهو معنا على الهاتف ضد مديره بنك الدم في جامعه الزقازيق، لانها ماطلت وتقاعصت وتباطات وما ادتلوش الدم في النهايه بحجه انها عايزه الفلوس يعني، بالاضافه الى انه الكلام عن انه كليه الطب جامعه الزقازيق تحديدا
للأسف الشديد هي منطقة نفوذ إخواني وتشهد صراعات كثيرة. دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، ألف شكر، حدد لنا النواحي المختلفة. إذن كل العمليات بتتم بالتسعة ملي لأنه التسعة ملي الماسورة بتاعته ضيقة وصغيرة يمكن إخفائها، مش هيستخدم بندقية طويلة، بالإضافة إلى أنه يعني الإصابات 6 طلقات وليس 4 كما أعلن بالأمس. أعود للدكتور أحمد عبد المنعم.